صباح الخير، حلقة جديدة من الأيام الحلوة بتجمعنا سوا على الهواء عبر إذاعة صوت لبنان. بونجور توني خوري. توني هو مهندس الصوت يلي بيرفقني بحلقة اليوم. مرسي سلف. من ضيعة دهور الشوير، من صغره جذبه الغناء والموسيقى لحد ما وصل للاحتراف بمجهوده ومثابرته وإصراره. البداية كانت مع أغنيات بلغات أجنبية، بالفرنسي، الإنجليزي، التلياني، الأرمني، الألماني والروسي وغيرهم. حصل على عدد من الجوائز العالمية بمهرجانات موسيقية عالمية ببلغاريا، ألمانيا، فرنسا، النمسا، اليونان، ورفع اسم بلده بالعالي. انتقل للغناء باللهجة اللبنانية ونجح، وقدم مجموعة كبيرة من الأغنيات الحلوة يلي بعدنا منرددها لليوم. برصيده أكثر من 700 أغنية. غنى عدد من جنريك أفلام الكرتون مثل جراندايزر وجزيرة الكنز، وصاروا مشهورين لأنه هو غنيهن. بريبرتوار تبعوله نسبة كبيرة من الأغنيات الوطنية والمارش العسكري. خامة صوت بتجمع بين الدفى والقوة، الرجولة والحنية، الشرقي والغربي. خلينا نسترجع أيامه الحلوة بحضوره شخصيا. عم بحكي عن الفنان الكبير سامي كلارك. أرضي أرض البطولة، بلاد بلاد الأبطال، ومزروعة أرضي مزروعة بوريد وأطفال، بارودي على البارود وحدود الحق حدودي، بيدينا وبالبارود زرعنا لبنان رجال. Once I had you, once I loved you, once I kissed you. نتعذب ونسهر وننطر بالليالي وتطل تحاكيني من شباك البيت. يا برنادات يا برنادات، How can I tell you why you mean so much to me although you have hurt me. How can I tells you why what you are. Have you a heart of stone to leave your child alone? Tells you why you've always make him cry, always make him cry for you. Why don't you try again to save my life from pain? I've nothing to explain. See why. بونجور سامي. بونجور غسان، شو هالمقدمة الحلوة، أنا بشكرك كتير. هذه الحقيقة عن جد ليك هالأغاني مين ما بيعرفها ومين ما بيرددها لليوم، رغم أنه عمره سنين. قديش شاغل بحياتك أعمال فنية كتير، يعني إذا بدي أختصر يعني حضرتك عامل أغاني وطنية بكميات، عامل مارش عسكري شو 90 نشيد وأغنية رح وطنية. نسمع كله مقاطع منهم. عامل برامج هواة، 11 برنامج هواة للتلفزيون، إن كان بالعربي أو بالأجنبي. نعم. مشترك بأفلام سينما، مغنى جنريك كارتونز. يعني منين بدنا نبلش؟ منين عبالك نبلش؟ نبلش من محل ما بدك. خلينا نبلش من طفولة سامي. الأيام الحلوة ما بتنتهي يعني. صحيح. أكيد. وبتضل ذكراها بالقلب. بس المفروض يكون في أمل على طول عند الواحد، يعني ما ينسير الأمل ولا يخسره. أكيد. طفولة سامي وين كانت؟ سامي حبيقة بعد ما كان شوير. بكان سامي في كلاك بعد حبيقة مدور شوير. عشت بالطبيعة، أنا كنت أحب كتير الطبيعة.
الصنوبر، الينابيع، المشاوير، يعني البيت كنت زوره يمكن 3-4 ساعات بالنهار، بس الطبيعة كان كل النهار. وبعدين بلشت من يعني من طفولتي أنا بحب الفن. من المدرسة كنت أكتب بالفرنساوي أشعار. وأول لحن عملته كان بصفة روزيم، كان عيد الأم، عملت غني بالفرنساوي. بأي مدرسة كنت؟ بمارليس بالطينة، وقبلها كنت بالفرير، ورجعت انتهيت بالفرير، عملت التيرمينال وهذا بالفرير. بس كان إنه عندي مرحلة عطول الفن لحقني وين ما روح. بالفرير كان في أستاذ جورج باز اكتشف لي موهبتي ودخلني بالكورال. وبالمناسبة عيد المعلم وعيد الأم، ما كان في عيد البي يعني، هذا جديد. ما حدا يفكر فينا كثير في أعيادات، أعياد استجدد. كنت عطول كون موجود، بس في حفلة ما بنسيها بالفرير، كنت عم مفروض غني سولو ونسيت الكلمات. كنت بصفي ستيام نسيت الكلمات. وكنت أنا عندي موهبة أنه أخترع أشياء، بحملت المشط معي، مشط كان جيبه معي وحط فيه ورقة سيلوفان تبع دخان ودق عليه تنفخ فيه بيطلع الصوت واللحن اللي بدي بقى. عملتها ملحنة أكتر ما هي مغنية. يعني كان عندي مواقف حلوة ما بنسيها أبدا، بس بعتبر طفولتي كانت فيها نوع من الوحدة مع الطبيعة. كنت أحب كتير الطبيعة وبعدني بحب الحيوانات وبحب الناس أكيد. بس يعني بيمرق كل إنسان بظروف، يعني بتمرق عبرها. المهم يلي بعدها مفروض يكون حلو وما ننسى الأيام الحلوة. اتجاهك من أنت وصغير كان صوب الأغاني الأجنبية، الفرنسي والأنجلي أكتر من الإيطاليان. أنا بلشت بالتلياني. بقصد الأجنبي. ما كان عندك ميل من أنت وطفل يعني أو مراهق للأغاني اللبنانية؟ عندي ميل اسمع. كانت مين كنت تسمع بهذه الفترة؟ الحقيقة كنت اسمع الكبار يعني. فيروز وديع الصافي طبيعي. كنت حب كتير الأغاني يعني اللبنانية اللي فيها تغني بالضيعة، بطبيعة لبنان، مثل حبيتك بالصيف، مثل لبناني قطعت سما. هالأغاني اللي هي لبنان يعني. يعني هي بتعطيك الصورة الحقيقية عن الوطن اللي عايش فيه. بعدين اللي بتسمع يعني بيكون واحد خلقين. أنا خلقت دينتي غربية. يعني أذن الموسيقية غربية، وطورت طورتها لهجتك. لهجتك كمان باللغات الأجنبية تمكنت منها. درستهم وأنا كتير بأمن أنه الثقافة للفنان مهمة لإله. يعني ثقافته مش العلم، الثقافة. يعني ثقافته اللي بيخدها بالقراءة بالبيت، بطال المطالعة، التعمق بمواضيع الآلات الموسيقية، تيعرف إذا عم بغني شو عم برافقه، الآلات اللي عم ترافقه شو هي بالتحديد. بس اكتشفت بعدين أنه النقص الموجود عندي أنا لازم أرجع للأصالة اللي هي اللغة الأم. أي قبل ما نفوت بهذا، خليني بدي بلش الحلقة برأي أحلى شغلة مغنية بحياتك، هي النشيد الوطني اللبناني. أنت يمكن الوحيد أو يمكن راغب عليه مغنى مقطع واحد منه مؤخرا، بس أنت بوقتك كنت أول مغني لبناني بيفكر أنه يغني النشيد الوطني اللبناني كله. أنا أنشدت وراغب غني، في فرق بين الإنشاد والغناء. غني بطريقة معينة. شرقوا بالأحرى. أنا ما بغير لأنه اللي بتشرقوا عم بضيف نوتات موسيقية. أنا ماني ضد أنه شخص يعمل شيء مش معمول قبل، بس كنشيد وطني مفروض ضلوا النشيد اللبناني اللي فيه العنفوين، فيه صرخة كلنا للوطن بكل معنى، بكل معناها يعني. خاصة أنا اشتغلت وطنيا لكلمة كلنا للوطن. بدنا نحكي قديش اشتغلت وطنيا يعني. أنا عم بقول الفرق بين النشيد الوطني والغناء. اشتغلت كتير وطنيا، عملت أعداد كبير من الأغاني الوطنية، وعملت أكثر من 80 مارش عسكري. هلأ رح نشرح للناس اللي ما فهموا علينا شو بنقصد بمارش عسكري. خلينا كلنا سوا نسمع سامي كلارك عم بيغني، عم بينشد النشيد الوطني اللبناني. موسيقى
حتى بتذكر انه بفترة من الفترات بتلفزيون لبنان حضرتك ومدام إلسي فرناني الممثل العزيز اللي مبعت له تحية صديقة عملتوا مثل ريبريك علمتوا فيها نطق النشيد الوطني والوقفي اللبناني والوقفة وهذا اللي شو بدي خبر المستمعين انه نحن خلال سمعنا النشيد الوطني كلنا باستوديو وقفنا توني خوري وسامي وانا احتراما للنشيد الوطني اللبناني. خبرنا ليش كان عندك اهتمام بانك تعلم الناس والشباب كيف يلفظوا النشيد الوطني وليش هالقد حبك للبنان كان واضح باعمال عديده من بينها وعلى راسها النشيد الوطني. بلش من الاخر انه طبيعي كلبناني احب لبنان بس لما بدي احبه بدي اتعرف عليه، بدي اتعرف على ارضه وعلى طبيعته وعلى شعبه. انطلقت سنة 76 ببرنامج نشيد الوطني بإذاعة صوت لبنان وكنا نحمل النقرة ونركض من مدرسة لمدرسة من جامعة لجامعة بالشوارع نسأل العالم. بعدين انتقل معي البرنامج لتلفزيون لبنان، هون كان في معالي الوزير بطرس حرب وقتها كان وزير شو بوقتها؟ تربية، وزير تربية. عجبته الفكرة انه سمع وشايف وبعت وراي. أنا بيتي بالأشرفية كان معروف، كان مليان كله أعلام لبنانية، يعني كنا أمين بحملة نادي نيو لبنان يلي أسسته بالأشرفية لتنظيف الشوارع، للاهتمام بالناس بالملاجئ، يعني تظبيط حماية الناس يعني من الأزايف ومن الأخطار الحرب. وبنوع خاص من بعد ما كانوا المآسي اللي عيشوها الناس كنا ننزل نلم الدبري الاشياء البقية الازايف وهيك ونقدر قد ما نقدر نساعد. وكان هدف النادي هو لا سياسي لا طائفي. من هيك انطلقت بفكرة النشيد الوطني لانه المرحوم بيي عادل حبيقة، الشيخ عادل حبيقة، كان بقوى الامن الداخلي وكان مدير مكتب التحريات. قال لي كنا نحكي على طول عن لبنان انه ايه انه شو دور، انا اساله انه شو شغلتك اللي نداهم يعني نوقف مجرمين سارقين، نداهم مراكز دعارة كذا، يلي انتبه للفن لانه بالفن في كتير الفنانين معرضين لهالامور هيدي، خليك منتبه. وانا رايي ما تفوت بالفن، يعني هين طلعت الفكره من هون. قال لي اول شيء تعلم النشيد الوطني واذا بدك تقوم بشي وطني علم نشيد الوطني. الفكرة انطلقت من هالمرحلة هيدي يعني كانت الأحداث ونتنقل من محل لمحل وإلى آخره. بقى الوزير حرب قال لي سامي بهمني نعمل اجتماع، شو رأيك أول شيء نعمل عيد العلم؟ ما كان في شيء اسمه عيد العلم صح. وليه ما بتعلموا النشيد الوطني بالتلفزيون اللبناني يعني يكون شغلة منتشرة أكتر لأنه الأغلبية بيلفظوه غلط. هيدي كان بحدود بين 78 والـ80 هاي المرحلة يعني. قلت له بتمنى أنا ليه لا، قال ليه بتاخدوا الأصول مثلا وتصليح الكلمات كيف لازم واحد يوقف والنشيد منه غنية، النشيد أنشودة يعني واحد بينشد شغلي يعني بيفتخر فيها احترام. له احترام. بعدين العلم هيدا ما هيدا ممكن يختلفوا اللبنانية على كل شيء ما عدا على رموز العلم اللبناني والنشيد الوطني، الأمور الوطنية الثابتة. وأنا انطلقت من هالفكرة هيدي. مثل شو كانت الأغلاط اللي خلتك تعمل التصليح؟ كلنا للوطن للعلا للعلم، ملء عين زمن سيفنا والقلم سهل والجبل منبت للرجال، في بيقولوا اوقات للرجال على السرعه قولنا وعمل في سبيل الكمال مش الكمال. هيدي كنا نصلحها. والوقف كيف لازم تكون وليش عم نوقف نطلع بالعالم مفروض يعني وشو بيرمزوا الالوان العالم. من هيك عملت لعبه بصوت لبنان، بلشت لعبه سميتها لعبه النشيد الوطني تبعدين صارت جديه يعني بلشت لعبه قصد تكون لعبه. وصرنا نسال نواب الوزراء، في نواب يقولون 6 مقاطع، وزراء يقولون 3 مقاطع. طب قلنا أول مقاطع كلنا الوطن شيخنا والعلم، ما في كلمة ريك بعد تاني. كون أكيد لليوم في عندك وزراء ونواب وزعماء أنجا بيعرفوا كلمتين ونص من النشيد الوطني، ما هن من هالشعب أساسا للأسف يعني ما رح نلوم كل العالم. وبيعطونا دروس بالوطنية كمان ذات الوقت، ولهي دروس ما عم نسمع لأنه بعيد عن الوطنية. بس إذا بنحكي الواقع
بعدنا محلنا. طالما عم نحكي عن لبنان وعم نحكي عن حبك للبنان، بس بردون بعد في انه ليش ألسي؟ لانه ألسي كانت بتلفزيون لبنان، كانت مذيعة، والتلفزيون كان تلفزيون واحد بلبنان، مفروض كنا يصير انتشار اوسع صح للفكرة، فكرة النشيد الوطني. طلعنا على تعاوننا سوا بنص لتصحيح الكلمات، كنتوا تشرحوا حتى في مقاطع كنت تغنيها انت، كنت تغنيها لان تعرفوا كيف بده ينشدوها بالاحرى، صح ونقول كيف لازم تكون الوقفه. وهلا مثلا نحن وقفنا وقت النشيد الوطني، وامتى ما واحد بيسمع النشيد الوطني؟ اذا بالسياره بيوقف سيارته على جنب، بينزل من السياره بيوقف. بس كم حدا بيعملها برايك؟ مش مهم، مهم نحن نعملها. انا بعملها بالشارع، بشوفون الناس بيصيروا يعملوها، وجربتها كذا مره ومرقت. بس مش انه كل ما مرق بالسيارة عندك كذا إزاعة، اذا كل إزاعة بتفتتح بالنشيد الوطني بتقضي طريقك عبكرة على الشغل، عم توقف بالشارع وعم تعرق السير. صح. طالما عم نحكي على الوطنيات، حضرت لك مدلي للمارشات العسكرية اللي عملها، من بيناتها يعني مارشات كتير حلوة بنسمعها، بنسمع موسيقتها دايما لما بيكون في عرض عسكري للجيش اللبناني، أربع خمسة هيك مقاطع صغيرة حضرت لك إني نسمعهم، ونبعتهم هودي تحية للجيش اللبناني ولشهداء الجيش بنوع خاص. أكيد. أصدوا العريني حمات البلاد، هبوا نحطم رأس الفساد، نرقى دروب العنا في الجهاد، نحمل جبال يا لبنان بالدماء بالحمى، مجدنا أرزنا في الدنا مكرما، صامدا عالما للسماء، عاليا خافقا معظما، الفخر في بلادنا والعز باتحادنا، وعن دراء أقوادنا لا تسل، حبذا لبنان جنة الخلود، مهبط البيان تربة الجدود، حبذا لبنان جنة الخلود، مهبط البيان تربة الجدود، يا بني الأوطان عصبة الأسود، إذا دعا داعي الحمى فينا الهمامة، وسالت الأرض دما وروع الجبل، أسرجوا الخيول واطلعوا القبور، واقحموا السهول واحرزوا الجبل، اسلم يا عسكر لبنان يا حام استقلالنا، عادش بينك في الميدان وعالي أرز جبالنا، اسلم يا عسكر لبنان في الميدان وعلي أرز جبالنا، جنودا خلقنا على أرضنا ندافع بالحق عن حقنا، جنودا خلقنا على أرضنا ندافع بالحق عن حقنا، تزول الممالك تفنى الدهور، ولبنان لبنان باقٍ لنا موطنا، لنا موطنا. موطني موطني
حلوين هيك شو بيوعوا العنفوان الوطني وبيعطوا حماس. شو خطر عبالك سامي تسجل هالمجموعة الكبيرة قلنا حوالي 70-80 مارش عسكري؟ نحن سمعنا جزء صغير منهم في مثلا نحن الشباب بحبها كتير. يعني في عنا يا وطننا جديدة. ايه شو اللي خليك تسجل؟ انه ما بتذكر انه في مغني فكر يسجل هال يعني أنا خلقت بلبنان وخلقت لبناني، ما بقدر فكر برات الوطن، برات الكلمة الوطنية. يعني كل شيء عملت أغاني مثلا ما وقفة عطول إلى نكهة وطنية. شو ما بغني، بغني الحب إلا ما دخل الوطن جوا. الله يكثر من أمثالك، لأنه لبنان هيدا هو، يعني لبنان هو كل هالأشياء الجمالات الموجودة بالعالم مجموعة بهالوطن الصغير يلي هو لبنان، يلي لسوء الحظ عم بيتحور، عم بيحوروا لمشروع جزر تعايش يلي أنا عن جد برفضها من كل قلبي. خلينا بجو الوطني قبل ما نرجع نكفي مسيرتك وشبابك. وأول مرة سجلت غنية باستوديو في نشيد كتير حلو اسمه صلاة أطفال لبنان، من أجل أطفال لبنان، من أجل أطفال لبنان، للأسي جان لبكي الله يرحمه. طلب كان استاذي بالمولا السال، وأنا كمان مرقت عنده بجنن كان الله يرحمه، وأنطوان رعد الكلمات لإله بيدعي للسلام. تركونا نعيش بسلام، شو حلوة هالفكرة. وقديش في ناس اليوم ما بدهم ينا نعيش بسلام. ومن أمتى تسجلت لهلا بعدها بتطبق كلمة كلمة وفكرة فكرة، لأنه ما تغير شيء بلبنان، بس مفروض نحن ما نتغير، حبنا ما يتغير للوطن. نسمع نشيد نريد أن نعيش في سلام. في سلام. ما قادر وقف الموضوع الوطني كتر ما أغانيك حلوة وأناشيدك حلوة. من الأغاني اللي كتير بحبها أنا أرضي أرض البطولة. نعم. يلي كانت مثل النشيد الوطني هالغنية. مين عمل لك إياها؟ أنطوان جبارة. أنطوان جبارة. الشاعر أنطوان جبارة. وهو لحنها كمان. وكانت ضمن سلسلة أغاني أناشيد بالأحرى، أغاني وأناشيد. أغاني وأناشيد. لأنه فرق بين النشيد والمارش يعني وبين الأغنية. أكيد الوطنية. أكيد. وكمان يعني ما بقدر أعرف ليه أنا، يعني حتى قلت لك إنه خلقت هالشي خلق معي، ما بقدر أعرف ليه إنه لحنتهم، ليه غنيتهم، ليه سجلتهم، مع إنه إنتاجهم كان كتير مكلف، لأنه فرقة ما كنت أسأل، لأنه كل شيء قدام لبنان وكله الخيص. كان آلات لايف، ما كان في لا سنتيزور ولا لا شيء. لا 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 كان كله لايف، استعملتوا الآلات النفخ وكل شيء كلهم. وهون مايك حرو له فضل كبير. أنا علمني بيانو وبعدين تعاوننا كتير بفترات كتيرة سوا. كان عنده جراند أوركست وكلها فانفار، حتى أغاني الأغاني الوطنية اللي انعملت كان يتعب تبع التوزيع تبعها تيوزعها بشكل ما تيجي بس يعني مارش، تتكون غنية وطنية. والمرحلة كانت تفرض نوع من التوعية للجمهور اللبناني. أكيد. إيه وللجمهور يلي عم بيشمت بالجمهور اللبناني. كان برأيك مش هاي المرحلة كمان بدها هيك؟ بلا بدها، بس بدها أكتر. أنا شيء بدها مش أنا شيء، بدها عمل على الأرض أكتر، لأنه جيل جديد بعتقد منه ناقصه كتير، بده توعية معه، لازم نشتغل معه على الأرض من خلال نشاطات اجتماعية وطنية تحفزه تيرجع للأصالة
يلي بتميز لبنان عن كل العالم، مش العالم العربي، عن كل العالم. صحيح. لبنان منه دولة، ومثل ما قال البابا انه لبنان هو رسالة، فعلا هو رسالة، منه لا وطن ولا دولة ولا مشروع، مشروع توطين اذا بدك. لو شو ما مرق على لبنان بضلوا لبنان هو لبنان، ولازم نحن نحافظ على كيانه ومفهومه الإنساني، لأنه لبنان فعلا هو إنسان. صح. بدنا نسمع أرضي أرض البطولة اللي هي أرض لبنان. أرضي أرض البطولة، بلادي بلاد الأبطال، ومزروعة أرضي مزروعة بوريد وأطفال، بارودي على البارود وحدود الحق حدود، بيدينا وبالبارود زرعنا لبنان رجال. أرضي أرض البطولة، بلادي بلاد الأبطال، ومزروعة أرضي مزروعة بوريد وأطفال، بارودي على البارود وحدود الحق حدود، بيدينا وبالبارود زرعنا لبنان رجال. الشجر بالبراري مش ممكن يبس شلح، والبارود بإيدينا تحرير الأرض علينا، نحن اللي من عينينا عم يخلق الزلزال. صرخة صرخة حرية والطلعة لبنانية، صرخة صرخة حرية والطلعة لبنانية، أنا حامل مجدك يا وطني من أول بدء البشرية، لا تخاف النار بكلها النار سيش أرضك بعيني بعيني. صرخة صرخة حرية والطلعة لبنانية، صرخة صرخة حرية والطلعة لبنانية، وأنا حامل مجدك يا وطني من أول بدء البشرية، لا تخاف النار بكلها النار سيش أرضك بعيني بعيني. في سلام نريد أن نعيش في سلام، في وطن السلام والحرية، في وطن السلام والحرية، نريد أن يرفرف الحمام يعني ما عبالي إلا نحكي وطنيات معك عن جد، كتر ما عندك مادة هالقد وطنية وهالقد مفعمة بحب الوطن، إيمان إيماني شيء مش طبيعي، ليش الشعر بدني من أول حلقة. أساسا ما تنسى معرفتنا مع بعضنا هي صحيح. من يعني من زمان صحيح. من هالفترة اللي كان لبنان فيها رغم الظروف الصعبة كان عنا إيمان وعنفوان وأمل إنه لبنان رح يصير، وبعده أملنا ما رح يموت ورح نضلنا نشتغل أكيد. إذا مش نحن أولادنا، بس نحن مفروض نضلنا واقفين وما يعني ما نرتخي، لأنه هيدا الهدف، هدفهم أنه يضربوا لبنان تتعيش غير دول محيطة أو بعيدة تتعيشية، مفروض يضعفوا لبنان بدل ما يشتغلوا تيكونوا، ما بيقدروا يكونوا مثل لبنان صحيح. ما بيقدروا ياخذوا له الطبيعة تبعه، ما بيقدروا ياخذوا له نكهته، مش بس نكهته، استقبال شعبه وطيبة أرضه وكرم شعبه. من هيك نحن قد ما ينعمل
فينا لبنان باقي ولبنان قوي وقوته بقوتنا نحن، مفروض من هيك ناخد نستمد قوتنا من بعضنا بإطار كمان الوطني وبإطار الجو الحلو اللي عم يلي أخذت القسم الأول كله تقريبا من حلقتنا، ولا أنت ولا أنا زعلانين ولا المستمعين لا أكيد أكيد الناس بحبها. اسمع كمان نشيد نحن الشباب، شو حلو هالنشيد، شو في عنفوان هيك، بتحس بحماس، بتحس بك تقوم عن الكرسي. هي نشيد معمولة، هيدا مايك حرو عامله ما هيك التوزيع ايه، بس انا عم بقول في الاخوين فليفل اللي دور كتير كبير صح. وهن معموله كانت بكورال بكورالات عم بتقولها تبع الجيش او قوى الامن. وانا تعاوني مع فرقه موسيقى الجيش الدايم بالمناسبات وغير المناسبات، كنا نعمل كونسيرات بغير ما ننطر عيد الجيش لنعمل كونسير. يعني قبل ما توني سمعنا يبلشنا فيه انت هلا، نحن الشباب، نحن الشباب لنا الغدو ومجد المخلد، نحن الشباب لنا الغد ومجد المخلد، نحن الشباب، نحن الشباب لنا الغد ومجد المخلد، نحن الشباب نحن الشباب. شعارنا على الزمن عاش الوطن، عاش الوطن، بعنا له يوم المحن أرواحنا بلا ثمن. يا وطني عداك دم مثلك من يرعى الذمم، يا وطني علمتنا كيف الشمن وكيف يظهر الألم. نحن الشباب. حتى بالأغاني الوطنية، في بعض الأغاني الوطنية عملها وطنية عاطفية، مثل غنية بوطني على الجيتار عم بتناشد الوطن وعم تحكي بحنية. شو بتخبرنا عن الغنية الحلوة اللي هلأ رح نسمعها؟ هي وطنيت من أجمل الأغاني الأجنبية اللي غنيتها سنة 73، تسجلت توزعت بإيطاليا مع ماريو مينازي أهم موزع إيطالي، وأكيد الكلمات واللحن للأستاذ ياسر الرحباني، تحياتنا له، تحياتنا الكبيرة له، لأنه أنا وياه مشوار طويل وطني. وطني وحدة من عشرات الأغنيات يلي هي وطنيد، بس بوطني حولناها للعربي، عاد عملها باللبناني بالمرحلة اللي مرقنا، المرحلة الصعبة. كنت عم بقول بالإذن منك إنه مع أستاذ إلياس شاغل عشرات الأعمال، نحكي عنها أكثر شيء شغل أنا صحيح. لكن بوطني هي كانت أغنية أجنبية اسمها وطينيد. وطينيد مين كتب كلماتها بالعربي؟ بالعربي جان أبي عاد، أما اللحن والكلمات لا، بدنا نسمعها بوطني طالما بعدنا عم نحكي عن الأمور الوطنية. ووزعها مين؟ ليس رح بيني بس التوزيع الأجنبي بإيطاليا ماريو مينازي. SLD كانت مع شركة أسطونات لبنانية بفتخر فيها، بلشت معها SLD لماريو ميشيل حداد. كمان حابب تبلش فيها أنت قبل ما نسمعها من أنطون؟ إيه أنا ما عندي، بدك إياها على الجيتار؟ على الجيتار إيه؟ أو بلك بلا جيتار، صوتك جيتار تحضر يعني. بوطني كان في أم، بوطني كان في طفل، بوطني زرع المحبة بترابك يا أرض العنيد، في صوت صدى عم بيقول يا نجوم زرعت بإيدي، ضلي ضوي على طول. بوطني كان في أم، بوطني كان في طفل، بوطني زرع المحبة، بوطني
صار في ليل صار في حرب صار في ويل صار في ناس بعينيها حربي بترابك يا أرضي العنيدي في صوت صدى عم بيقول يا نجوم زرعت بإيدي ضلي ضوي على طول من تلالك يا أرض الحبيبي شو غار القمر تخمين تخلى شبابك ضريبي بيدفع من عمره السنين عن جد يعني الشعور الوطني يلي بتحس فيه بس نسمع أغانيك وأناشيدك حلو كتير الله يكتر من أمثالك لتضل تبس بهالشباب روح الوطنية ويعرفوا أنه البلد بحاجة لإلنا مش بس يكون هو منيح بس يكون هو مش منيح وتعبان بحاجة لإلنا أكتر معك حق وأنا عطول أقول مش مهم ننطر من لبنان شو بيعطينا المهم نحنا شو بنعطيه أكيد يعني كانوا يقولوا لي المهرجانات العالمية شو بتحس شو بدي أحس أجمل من شعور العلم عم بيرفرف والنشيد الوطني بدولة أجنبية مثل ألمانيا أو فرنسا أو بأوروبا كل المهرجانات اللي احنا فيهم يرفعوا العلم اللبناني أربع جوائز أولية وأنا أنشده مع النشيد بدنا نحكي عن جوائزك العالمية باللبناني هونيك والعالم كله تقول إنه شو لبنان البلد زي 42 دولة أمريكا وإيطاليا وفرنسا لبنان يطلع أول شو هالبلد اللي بعد 3 مليون نسمة يعني لبنان صغير بحجمه بمساحته بس كبير بناس مثلك رفعوا له اسمه بعدة مجالات كبير فينا كبير بناسه لبنان ما رح نشبع نحكي عن الوطنيات بس صار لازم نترك مطرح لشي تاني أول غنية سامي كلارك غنيها شو كانت؟ يعني في عندي أول شي ناس مفضلين علي تعرفت عليهم وساعدوني كتير بالبداية كنت بعدني بالترمينال بالفرير مدام ماري لويز عزيز وزوجها المرحوم جورج عزيز كانوا بالإذاعة اللبنانية وسجلوا لي يعني أغاني إذا بدك معروفة عالميا كنت غني أنا توم جونز وإلفيس وأنجلبرت هامبردينك يعني بلشت قلد قبل ما اكتشف هويتك الفنية وانطلق بأغنية الخاصة بس أول غنية خاصة هي طبعا ياسر رحباني I need love هي أول غنية قدم لك إياها الياسر ياسر رحباني اسمها I need love رح نسمع مقطع منها على الجيتار لايف مباشرة على الهواء I need your love 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 every day I need your love 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 beg you stay I need your love 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 every day I need your love 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 don't go away I need love Be cruel, please be mine. Cause your love will make me feel so fine. You the girl I have seen in my dream. You the one I have been looking for so long. I need your love, love, love every day. I need your love, love, love. Don't go away. I need your love every day. I need your love, love, love. Don't go away. يعطيك العافية بدنا نحكي هلأ بعد ما ناخد بريك صغيرة مع موجز الأخبار بدنا نركز على شغلك مع ياسر رحباني وشغلك مع الفنان الكبير كمان زكي نصيف يلي عمل لك مجموعة من الأغاني اللي بتاخد العقل ومن بيناتها كمان سامي يعني الياس عمل لك أغاني بالعربي باللبناني وبالأجنبي ومن ضمنهم جوائز عالمية أخدتها بالأغاني كتبها وملحنها أستاذ الياس كمان بالجزء الثاني للمستمعين بدنا نحكي عن جينيريك المسلسلات اللي مغنيها بصوتك في عندي وحيد عزار الأفلام السينما أفلام السينما لوحيد عزار صحيح وبدنا نحكي عن أفلام الكرتون يلي كمان جينيريك كان بصوتك جراندايزر وجزيرة الكنز وبدنا نحكي كمان عن برامج الهواة يلي حضرتك عملتها نظمتها وحضرتها حوالي 11 برنامج مثل غنية لبنان من هيك لما قلت لي غسان أنه أنا في فترة غبت شخصيا غبت ايه غبت من انتاجي الشخصي بس لانه كان عندي واجبات كمان انه شجع مواهب جديده بلبنان من خلال فيدوف
خلينا بعدين طالما بدنا نفتح هلا فقره الياسر رحباني اللي بعته تحيه بوس كبيره على الهوا، نختم بشيء للياسر رحباني، مثل مثلا على هالايام الملعب والجول وسامي كتار كتير في اشياء. خليني احبك يا برنادات، بكى هواك، تامي قلتي لي وعدتيني، قومي تنرقص، كنا يوميه لطيفه بالعشرات. بقى رح نخلي توني ينقي الغنيه يلي بيحبها لنختم فيها الفقره الاولى مع سامي كلار، وبنرجع من بعد موجز الاخبار بنكفي نحكي مع سامي كلارك. وصدقني كتر ما كانت فقره الوطنيه حلوه ما عبالي توقف، بس ما فينا نقضي كل الوقت عم نحكي عن لبنان مع انه هو بدمنا وبعقلنا. حتى لو ما حكينا عن لبنان احنا يعني لبنان بقلبنا ومنعبر. اكيد اكيد رح نختم مع اغنيه لياسر رحباني، ونلتقيكم من بعد موجز الاخبار. العب والجول وسامي كل الفريق السامي، بالفوتبول بنلعب جول وعالصادر ارض لبنان محروسي بالسلامي. العب والجول وسامي كل الفريق السامي، بالفوتبول بنلعب جول وعالصادر ارض لبنان محروسي بالسلامي. أيام الحلوة بعدها هون، سمانا الزرقاء بعدها هون، خلينا نسمع سوا نتذكر، رجع لي ماضي زمان. أيام الحلوة بعدها هون، سمانا الزرقاء بعدها هون، يلا نتذكر وتمرق الصور، رجع لي ماضي زمان. La 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 la.